Then, ladies and gentlemen, dear excellencies, ambassadors, it's a pleasure to be with you in this discussion forum. سيداتي وسادتي، أرحب بحضراتكم في مؤتمر سمارت فيجن للاستثمار والأسواق المالية. النهاردة كلنا مجتمعين على أرض مصر في منتهى الأمان وفي التطور، كلنا مجتمعين بهدف واحد، هدفنا هو النجاح سوا، هدفنا هو العمل، هدفنا هو زيادة فرص العمل في مصر، هدفنا هو يكون عندنا مشاريع أكبر في مصر، يكون عندنا دخل قومي في مصر. في الحقيقة مصر نجحت في وسط أزمة كورونا أنها تكون من أولى الدول على مستوى العالم اللي بتحقق معدل نمو إيجابي، بالرغم أن أغلب دول العالم كان عندها انكماش اقتصادي، إلا أن مصر نجحت في خلال الأزمة أنها تحقق نمو بمعدل 3.5%. ودي نقطة مهمة جدا نقدر نبني عليها للي جاي، أن احنا قادرين نحقق كل أحلامنا، أن احنا قادرين نوصل بمصر للمكانة اللي كانت عليها والتي يجب أن تكون عليها. هو ده الهدف اللي احنا مجتمعين عشانه النهاردة، عشان نناقش ازاي نزود فرص الاستثمار في مصر، ازاي نحل المعوقات اللي بتقابل المستثمرين، ازاي نفكر كلنا في زيادة الفايدة الاجتماعية من الاستثمار. ده الهدف الحقيقي من وراء اجتماعنا. حقيقة على المستوى الشخصي عندي رسالة بوجهها لكل الشركات الأوراق المالية الموجودة معانا النهاردة. الرسالة دي إن فكرة شركات الأوراق المالية أو فكرة التوريق أو فكرة الأسهم، الفكرة دي لما نشأت عالميا كانت بهدف دعم أصحاب المشروعات الصغيرة. يعني فكرة الشركة المساهمة لما بدأت على مستوى العالم كانت دايما مرتبطة ان انا عندي شاب او عندي رائد اعمال، رائد الاعمال ده عنده فكرة، الفكرة دي لو اتطبقت هتحقق مكسب، ولكن رائد الاعمال ده ما عندوش الكابيتال، ما عندوش رأس المال اللي يقدر يطبق بيه فكرته. فده كان سبب وجود شركات المساهمة، عشان يبقى فيه دعم لرائد الاعمال ده، يبقى فيه شركة اوراق مالية تتبنى رواد الأعمال وتبدأ تطرح شركاتهم في البورصة للاكتتاب عليها، فرواد الأعمال يجدوا فرص للتمويل. فأنا برجو من حضراتكم النظر بعناية إلى رواد الأعمال والنظر بعناية إلى أصحاب الأفكار، وبالفعل أتمنى أن يكون في احتضان لرواد الأعمال، وأتمنى أن يكون في مزيد من الاكتتاب على الأفكار. في الحقيقة أهم حاجة في مصر هو الطاقة البشرية. احنا 100 مليون مصري، 60% منهم شباب. التجربة العملية اثبتت في خلال السبع سنين اللي فاتوا بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر قادرة تحل المشاكل اللي بتقابلها. احنا طول السنين اللي فاتت كان عندنا مشاكل كنا فاكرين ان هي ملهاش حل، كنا متكدسين في 5% من مساحة مصر وبنحلم ازاي هننتشر في ربوع مصر وصحاريها. النهاردة كل ما حلمنا بيه بيتحقق على ارض الواقع. حلمنا كتير ان احنا نعمر سينا، نعمل فيها مشروعات صناعية وزراعية، ولكن ده ما كانش بيتحقق. النهاردة ده بيتحقق. النهاردة مصر يسرت الطريق عشان المستثمرين يقدروا يوصلوا لسينا، بقى فيه انفاق وبقى فيه طرق بمنتهى السهولة نقدر نوصل لها. في الحقيقة النهاردة مصر فيها فرص واعدة جدا للاستثمار المحلي والاجنبي، وفرص واعدة جدا للتعاون والمكسب، وان احنا كلنا نكسب، وان الدخل القومي يزيد، وان دخل الفرد هو كمان يزيد، لان هو ده هدف العمل، هو ده الغاية الانسانية من العمل. اسمحوا لي ان انا ارحب بيكم، وانا مش محتاج ان انا اخد من وقتكم اكتر من كده. انا مهتم اكتر ان انا استمع لاراء ضيوف الكرام، لان هم خبراء في مجالهم. فخامة السفراء هم عندهم خبرة دولية كبيرة جدا، شافوا دول كبيرة جدا بتحقق نمو اقتصادي. انا اتمنى ان احنا نستمتع بالمناقشة معاهم ونستمع لافكارهم وننهل من علمهم. ده هيفيدنا كمصر وكمصريين وكحكومة مصرية ان احنا نستمع دايما لرؤية الاخر، ونعرف ازاي نطور من مناخ وبيئة الاستثمار في مصر. حقيقي احنا انجزنا خطوات كتيرة، ولكن امامنا مزيد من العمل. من وجهة نظري الحياة لا تعتمد على ضربات الحظ، الحياة تعتمد على العمل الشاق والمجهود المستمر. وجزيل الشكر لحضراتكم. Dear Excellences, it's a pleasure to be with you in this discussion forum. Let's invite His Excellency Indonesian Ambassador Dr. Lotfi Rauf to be our first speaker. I would like to negotiate with you, sir,
We would like to increase the business cooperation between Egypt and Indonesia. So let us know what are the best ways to present the business opportunities in the Egyptian stock exchange to the Indonesian investors, and what are the Indonesian projects which can we share on it. Please tell us. Yes, you can, sir.